حدا بلش فوتبول دائما بنكون بلشين بالحارة كلياتنا مع بعض نلعب مع الجيران. لعبت كمان مع عند بيت جدي. بصراحة هو كتير شعور حلو انك تكوني ماخدة افضل لعبة. اتمنى انه العب كأس عالم مع طبعا الفريق الاول بالمنتخب الاردني، لانه مثل ما قالت دانا حلقتنا رياضية وبامتياز، واليوم احنا جدا فرحانين بوجود نماذج شبابية عندها مسيرة مليئة بالنجاحات مثل روزبهان فريج واللي هي لاعبة نادي الاتحاد الاردني. فبداية روزبهان نورتينا. شكرا. يعني اهلا وسهلا فيكي روزبهان، لاعبة نادي الاتحاد لكرة القدم. هلا قبل ما نحكي عن كرة القدم حابين نتعرف مين هي روزبهان، شو بتعمل بحياتها، شو دارسة؟ انا هلا خلصت من جديد، خرجت من لندن من سواس، درست انترناشونال مانجمنت فاينانس، وهلا بس عم بلعب فوتبول. بس فوتبول. زين، لو تسولفينا بداياتك لما دخلتي الفوتبول وبلشتي بيها، شلون كانت البدايات؟ احكي لنا عليها. هلا صراحه زي اي حدا بلش فوتبول دائما بنكون بلشين بالحاره كلياتنا مع بعض نلعب مع الجيران. لعبت كمان مع عند بيت جدي، ومن هناك صراحه حسيت انه هي الشيء اللي انا جد كثير بحبه وتعلقت فيه يعني، وهو كان فوتبول. فمن هيك كانت بداياتي صراحه. بعدين من المدرسه كملت هذا المشوار، بلشت ألعب بالأكتيفيتيز، كنت دائماً أختار فوتبول، وبعدين دخلت منتخب ونادي وكملت مسيرتي هيك. كملتي بي. يعني نحكي بدايتك كانت بلعب فوتبول مع قرايبك. كانت بيت جدها. بيت جدها. هل في حدا من عيلتك عنده هواية كرة القدم داخل مثلاً بنادي؟ هلأ كنا الصراحة أنا وأختي كنا نلعب مع بعض بفريق المدرسة، هي أكبر مني بسنتين. بلشنا هاي المسيرة مع بعض، بعدين هي شوي هيك انسحبت منها، بس لا أنا صراحة كملت فيها. حلو. بس إذا بتسمح لي بكر، الحلو إنه كمان أنا عم بسمع إنه أنت بعدك مستمرة يعني في بأيام المدرسة بلشتي فيها، دخلتي جامعة، تخرجتي وأنت لساتك فيها. أغلب الناس اللي إحنا يمكن بيدخلوا هيك مجال بأيام المدرسة ما بيستمروا فيها. صح. بس الحلو انت كيف قدرت تكملي؟ هل هو حب؟ هل عجبتك القصه؟ هلا كان في حدا مثلا من صحباتك داعم؟ هلا انا الصراحه رحت ما يعني من المنتخب ونادي ما كنت بعرف انه كثير ناس بيلعبوا معي. بعدين لما صرت اتعرف على البنات وهيك صاروا من هدول البنات اللي يعني لما دخلت فوتبول وهيك يعني خلص انه صرت كثير صحبه معاهم وهيك، فخلص هم كمان علقوني بهاي الرياضه اكثر. فبحس انه لا هو شيء انا كان بدي اياه، وبلس لما عرفت هدول البنات وهيك تعلقت بالرياضه هاي اكثر وكملت فيها. حلو حلو. ممكن الصحبه دائما تاثر بنفس الوقت شيء ايجابي انه تعلمون تكملين وتوصلين للحلم انت توصلي له، لكن مثل هيك احلام اكيد بيكون في نوع من انواع الصعوبه اللي ممكن تتخلل هالرحله الحلوه اللي تمشين بيها، فشو الصعوبات اللي وصلتي لها؟ هلا الصراحة الشيء الصعوبة اللي أكثر شيء كانت إنه دراستي، يعني هي أثرت علي إنه أيام المدرسة، لأنه كان شيء جديد كثير علي إنه ألعب فوتبول وكمان إنه أوازن بين الدراسة والفوتبول. بعدين لما رحت جامعة إني أنا ما درست بالأردن، هذا كمان كان شيء إنه فيه بيعمل خلل شوي، لأنه المنتخب كثير بيكون في عنا سفرات وهيك، فما بزبط لأني أنا بدرس برا. فهي الصراحة فترة كورونا هي اللي ساعدتني، لأنه كنا قاعدين فما كان اونلاين كلياته، فعشان هيك شوي اي مانجد انه فجتي معها. زبطت معي من كورونا. جتي بوقتها. طيب روز، اليوم يمكن قليل ما نسمع بالمجتمع الاردني انه في بنات عم بيلعبوا كره قدم، بس اكيد اليوم انت لحتى وصلتي لهي المرحله كان في لك داعمين بحياتك. مين الناس اللي شجعتك دعمتك؟ هل اهل، اصحاب؟ هلا بلا طبعا اهلي يعني بالاول يعني كانوا انه يعني شو اللي عم بتسوي، بس بعدين كثير دعموني صراحه، كانوا من اول الداعمين لي. وطبعا في اصحاب، وفي كمان من ايام المدرسه كان عندي مدربه، هي كانت سولين زعبي، هي كانت اول وحده اللي عم بتخليني ادخل هذا الشيء وكانت مصره. فلما دخلت وكملت صار في داعمين كثير اكثر الصراحه، انه تعرفت عليهم بحياتي واللي هم هلا كمان صاروا كمان ناس مقربين لي يعني اصحابي. تمام. روزبهان، نحكي عن مساهمتك بإحراز لقب الدوري لهي السنة، وكمان إنك حصلتي على جائزة أفضل لاعبة خلال آخر مبارتين، احكي لنا عن هلا. طبعا صراحة هو كتير شعور حلو إنك تكوني ماخدة أفضل لعبة، يعني لما تكوني بتقدري تحسي إنك عن جد أنت أضفتي كتير شيء يعني كبير مثلا للمباراة، للنادي اللي أنت اللي فيه، عشان نوصل للإنجاز اللي وصلنا له. الحمد لله صراحة أخذنا الدوري وأخذنا بطولة المملكتين، كانت فترة قليلة يعني
يعني كان عندنا بطولة المملكتين كتير سريعة، إنه جيم ورا جيم، يعني ما كان في عندنا زي كيف الدوري كل أسبوع بيجي الجيم اللي بعدها. فبحس صراحة إنك تاخدي إنجازين بهاي الفترة البسيطة يعني شعور طبعاً كتير حلو. إن شاء الله جداً حلو. أنت حكيتي إنه جداً جميل مثل هي الجائزة تنسب للنادي. إلك شنو تحسين بيها؟ شنو أضاف لك؟ صراحة لما تكون هذا الشيء اللي أنت بتحبه وتحس إنك أنت بالمقابل أخذت منه يعني جائزة زي هيك، بتحس إنه يعني عن جد اللي أنا بدي إياه واللي أنا قتلت له عشانه يعني ربحت شيء إلي أنا، يعني إنه هو إنه أنجزت إنه أخذت منتخب ودوري صاري وأخذت إنه بطولة المملكة. ما شاء الله. حبيت جملة لما حكيت الإشي اللي أنا قتلت عشانه. اليوم روز حتضلي تقاتلي عشانه صح؟ فأنت لشو بتطمحي توصلي بالمستقبل؟ صراحة كتير يعني بتمنى إنه ألعب كأس عالم مع طبعا الفريق الأول بالمنتخب الأردني. هذا زي اي طموح اي بنت بتلعب كره قدم، انه كاس العالم هو شيء كثير حلو انك توصلي له، وبتمنى الصراحه انه نوصل لكاس العالم. جدا حلو يعني شيء جدا حلو، وان شاء الله انا اشوف انه هاي رؤيه وجدا قريبه اللي ممكن نشوفك انت بيها. احكي لي عن مسابقه الدوري بس بشكل سريع. صراحه كانت مرحله الذهاب يعني كنا عم نفوز كل المباريات، شوي بمرحله الاياب يعني كانت الامور مش زي ما احنا كنا متوقعين انها تكون، ورجعنا الحمد لله باخر مرحله هي المرحله الذهبيه واخذنا الدوري. طبعا روز الكلام وياك ما ينمل منه، موفقه وكل الشكر لك لوجودك ويانا يعني اليوم، نورتينا اكيد. شكرا. وان شاء الله نشوفك بكاس العالم اول لاعبه، مو اول لاعبه، تشاركي بالمنتخب الاردني وياهم ان شاء الله. واكثر الاكثر نشوفك دائما احنا. شكرا.